جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أمي ماتت ولم توصي، فهل أتصدق عنها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال ابن عبادة: وأي الصدقات أفضل يا رسول الله؟ فقال: عليك بالماء، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فليس هناك صدقة أعظم أجرا من الماء، فتصدقوا، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، وتمحي الذنوب والخطايا، وهي شفاء من كل الأمراض. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد، حلقة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل هنتكلم عن فضل صدقة المية، فسقي الماء أعظم الصدقات. وفي ظل اشتداد الحر والصيف والأيام شهر رمضان الكريم العظيم، فإن شربة الماء سيكون لها أثر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده هيكون معانا النهاردة ومنورني ضيف الكريم أستاذ إسلام أمين، رئيس مؤسسة نبض الحياة. منورني. أهلا وسهلا بيك. طبعا احنا النهارده بنتكلم عن نوع من سقي الماء. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا في نبض الحياه عندنا اكتر من باب بندخل منه للجنه. اول باب، اول يوم في رمضان اتكلمنا مع بعض عن وصلات الميه، وانا بشكر جمهور تفاصيل ان احنا عملنا عدد كبير من الوصلات، ربنا يبارك فيهم جميعا. بشرنا بقى بعد طبعا كده. طبعا الحلقات الجايه كلها انجازات مع بعض باذن الله. وامبارح دخلنا كلنا الجنه من باب تاني، باب بناء المساجد. اللهم صل. النهارده احنا مع بعض علشان نفتح باب جديد، وهو باب الابار، ابار الميه. طب حد يقول لي دلوقتي، هو احنا في 2020 لسه الناس بتشرب من الابار؟ ايوه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان سبعه مما يلحق العبد بعد موته، وقال فيهم من حفر بئرا، احنا كلنا نقول يعني صدقت يا سيدي رسول الله. لسه 2020 لسه بنكتشف ونعرف ان في ناس لسه محتاجه بير. طب حضرتك في المقدمه بتقولي في الحر ده شربه الميه تسوى كتير. عايزه اقول لحضرتك، انا يمكن من اول يوم رمضان وفطرت وانا بشرب الماء افتكرتكم. صحيح والله العظيم. وده اللي انا عايز اقوله لكل الناس دلوقتي بقى، وانتوا بتفطروا في البيت ما تفتكروش نبض الحياه، افتكروا الناس العطشانه اللي نبض الحياه كل شويه تقول لكم شربوهم، اسعدوهم، وصلوا لهم ميه. انا عارف الناس كتير بتعمل سبيل ميه في الشارع كولدير، ده شيء جميل جدا، لكن لما تعرف ان كولدير ده عشان الميه تبقى بارده، ده في ناس عايشه على الحدود في الصحراء، لا عندها ميه لا سخنه ولا بارده، مفيش ميه خالص، وحتى مفيش خطوط ميه. يعني اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. لو رحنا نقول لشركه الميه وصلي ميه للناس اللي قاعده على الحدود دي، فعلا خارج عن ارادتهم، ده الناس على بعد الاف الكيلومترات. فالحل هناك ايه؟ نحفر بير البدائي بتاع زمان اللي كان بيتعمل من 1000 سنه، نفس البير هنحفره عشان الناس تشرب منه. بس عاوز اقول لحضرتك ان البير ده من افضل الصدقات واطولها واكترها عمرا. ليه بقى؟ بيستمر اكتر من 100 سنه. شفنا هناك جدود بيقولوا البير ده انا بشرب منه من ايام جدي. طب احكي كده يا استاذ اسلام للساده المشاهدين اللي ممكن ما يعرفوش ازاي بيحوش الميه البير ده، او تختزن الماء فيه ازاي. احنا الاول عندنا نوعين من الابار. اتفضل. حاجه اسمها ابار ارتوازيه، بننزل بماسوره في الارض لحد ما الارض نفسها تطلع الميه الجوفيه المخزونه فيها. ده نوع من الابار بنعمله في المناطق اللي بنكشف عليها ونلاقي فيها ميه صالحه للشرب. لان بعض الاماكن فيها ميه مالحه. طيب. النوع الثاني بنعمل ابار اسمها ابار سطحيه، ودي عباره عن خزان كبير تحت الارض بيسع ل 100 متر مكعب من الميه. الخزان ده بنعمله ينزل المطر، خير نازل من عند ربنا، ربنا بينزل المطر عشان يحيي بيه الارض بعد موتها، فينزل يلاقي ايه بقى قصاده؟ يلاقي البير ده يحوش الميه وتتجمع فيه ونقفل عليها، الاهالي يبداوا يستخدموها على مدار السنه. بالمناسبه بقى، الناس لو ما عندهمش بير بيبقى حالهم صعب جدا، بيبقوا بيبكوا وهم شايفين الميه الخير نازل من السماء وبيجري قصاد عينيهم على البحر. لا اله الا الله. وينزل في البحر. الراجل بيقول لي يا استاذ اسلام اصعب لحظه في حياتنا لما البحر بيبقى احمر. اقول له ايه البحر يبقى احمر ده؟ قال لي المطر بينزل على الجبل بياخد الرمل وينزل على البحر. احنا عاوزين نعمل ابار نحوش فيها الخير ده، ربنا بيبعت الخير من عنده. لا. احنا ليه قلوبنا قاسيه كده ومنحفظ الخير ده؟ ده الحجاره بتلين وبتطلع ميه والناس تشرب. المؤمنين بقى اللي بيشوفوني، من لا يرحم لا يرحم. واحنا في اول 10 ايام في الشهر الكريم اوله رحمه. ما تيجوا نعمل النهارده مجموعه ابار ونقول ابار الرحمه. صح. رحمه عن الوالد، على الوالده، على ابن عندي، رحمه. تعالوا نرحم الناس ونشربهم ميه عشان ربنا يرحمنا جميعا بالميه اللي احنا بنعملها. اللهم امين. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا، لان بحب جدا في نبض الحياه ان هم بيتكلموا بالصوت والصوره. تعالوا نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا.
مع بداية شهر رمضان الكريم تحدي جديد من تحديات الخير في حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة، تحدي الآبار. تحدي الآبار 30 بئر عايزين نوفرهم لأهالي مطروح في خلال 30 يوم من أيام شهر رمضان المبارك. 30 بئر في 30 يوم بمعدل بئر كل يوم. هتقدر تساهم بإيه؟ بال 30؟ 25 ولا ب 20؟ 15 ولا ب 10 ولا 5 ولا هتعمل بئر واحد ولا حتى جزء من البير؟ والقرار قرارك والاختيار اختيارك. ساعدونا وساهموا معانا ان احنا نعمل 30 بير ل 30 قريه في 30 يوم من ايام الشهر الكريم. في قلب الصحراء هناك سكان في الحر في عز نهار رمضان بيدوروا على نقطه ميه والطير في السماء بيحوم عطشان. لما سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماتت أمي وأريد أن أتصدق عليها، قال له رسول الله: عليك بسقي الماء. لكل من مات لديه عزيز وعايز يوصل له نهر من الحسنات، ساهم بحفر بير هتنقذ الناس كتير. رمضان الخير بينادي علي بالصدقات سقيهم بيديك. لو حملة سقيا الماء والأجر هيفضل لينا وليك، والأجر هيفضل لينا يمكن للسادة المشاهدين اللي عارفيني عارفين كويس قوي ان تفاصيل مش اول مره بيتعاون مع نبض الحياه استاذ اسلام امين، ويمكن برضو الناس اللي بتشوفنا لاول مره احب اعرفكم ان مؤسسه نبض الحياه من المؤسسات اللي ادتنا انجازات كتير جدا على مدى الاشهر اللي فاتت. ساعدنا كانت فكره ان احنا نبقى موجودين في رمضان كل يوم 30 يوم، سمينا اسمه 30 يوم تفاصيل خير علشان نفرح ناس زي دي. كنت بتقول لي ان اخر بير ده كانت صدقه جاريه. اخر بير ده صدقه جاريه، وطبعا كل الابار صدقه جاريه، بس ده اخر بير على روح احد الافاضل اللي ولاده عملوا له البير ده. ويمكن ملحوظه في البير ان احنا بنعمل رخامه عليها اسم المتبرع او اسمه هو بيختاره. احيانا حد يقول لي عاوز اعمل بئر اسمه بئر الكرم، بئر الخير، بئر المحبه، بئر العطاء، او بئر المرحوم الحاج فلان الفلاني، عشان كل واحد يقف ويشرب من عند البير ويشوف عينه تلمح الاسم ده يترحم عليه. ياه، انت بتعمل صدقه وتنساها، لكن يفضل الناس تشرب منها والاجر في ميزان حسناتك، والله حتى لو ما كتبتش. طيب كم عدد الافراد والاسر ممكن تستفيد بالبير ده؟ اولا لازم اوضح ان الابار بتتعمل في المناطق الصحراويه الحدوديه اللي محدش فينا يعرفها ولا يسمع عنها، السلوم، براني، حلايا ابو شلاتين، في قلب سينا، اماكن حدوديه بعيده جدا. البير بيتعمل في القبائل البدويه، معروف عن القبائل البدويه انها رحل بتتحرك على حسب وجود الميه، تاخد الاغنام والخيام وتتحرك. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل بير يقعدوا جنبه ويسكنوا جنبه فيتعلموا، فيلاقوا مستشفى يكشفوا فيها، فيلاقوا فرصة عمل لأنه قعد جنب المية. هو احنا ايه اللي مقعدنا كلنا في القاهرة وفي الدلتا؟ نهر النيل. الناس دي مفيش مية بتتحرك تدور على المية. طب ولو في أبار بيقعدوا حوالين الأبار؟ فاحنا ما بنعملش صدقة مية بس، ده احنا بنعمل حياة للناس كلها. نعمل البير فنروح بعد كده نعمل لهم فصل كتاب، فصل محو أمية للكبار، السجل المدني يروح يبدأ يطلع لهم بطايق، المؤسسات الخيرية تبدأ تروح تساعدهم لأن بقى ليهم عنوان، بقى عنوانهم عند البير. على فكرة المناطق هناك بتتسمى بأسامي الآبار، فيقول لك أنا ساكن عند البير الأول، أنا ساكن عند بئر الحاج فلان. الناس عايشة حوالين الآبار. التجمع ده كان بقى 30 بيت، 40 بيت. طب ولما يتجمعوا بقى في بير هيحصل إيه؟ هيتجوزوا ويخلفوا ويبنوا بيوت تانية. هم بيبقوا مؤمنين ساكنين طبعا، يا اخي هيصوموا زينا رمضان ويلاقوا ميه نظيفه يشربوها. صحيح، هيلاقوا ميه اصلا يشربوها. صح. يعني خلينا، ده احنا في الصعيد بنقول للناس احنا هنوفر لكم ميه نظيفه، هناك الناس بتقول لك احنا عاوزين ميه، مفيش ميه اساسا. انا عاوز بس اخد من التقرير، شفتي لقطه كده الاطفال وهم رايحين يجروا على البير، وهم بيجروا على البير ده كل واحد فينا بقى يتخيل ابنه وهو مثلا في الملاهي وبيجري على لعبه بيحبها، وهو في يعني بيجري في الشارع بيلعب، وهو معاه في البيت بيلعب. لا، ده مش بيجري فرحان علشان يلعب، ده بيجري فرحان لانه لقى ميه زي الطير بالظبط اللي عاوز يشرب. تعالوا نتذكر مع بعض قصه، بس هي طبعا يعني مش عاوزين نشبه، ولكن نقول ايه، امراه ماشيه في الصحراء، امراه مين كمان؟ من بغايا بني اسرائيل، يعني بتعمل فعل بشع، ولقت كلب عطشان.
قلبها رق. عملت ايه؟ قلبها رق وهي اصلا بتعمل فعل بشع. نزلت البير وملت النعل بتاعها وطلعت ساقت الكلب. عارف ايه اللي حصل لها؟ غفر الله لها بس كده وشكر الله لها. يعني ربنا سبحانه وتعالى وهي يعني بترتكب كبيرة من الكبائر غفر لها ذنوبها لانها ساقت كلب. وبعد ما غفر لها ذنوبها وشكر الله لها، مين بقى عاوز ربنا يشكره؟ ربنا يقول لك شكرا من فوق سبع سماوات. والله اللي هيسمع الكلام ده دلوقتي وما يتصلش حالا ويقول انا هعمل بير، لا لازم يراجع نفسه، ده قلبه بقى مش زي الحجر، ده اقصى من الحجاره والله. محدش فينا ابدا ما عندوش حد فارق الدنيا وحاسه في قلبه جدا. اي غالي، اي غالي في حياتنا رحل، بنيجي نبقى عايزين نعمل له حاجه، معنى كده ان احنا بننساهم اطلاقا ابدا. الناس دي بتبقى جوه قلوبنا بنحبها بصدق، ناس ادتنا من عمرها، ناس ربتنا وكبرتنا، ابدا ما بننساهاش. بتواصل معهم ناس كتير جدا من الخارج بيقولوا لكم مصريين عايزين نتصدق على ارواح ابائنا وامهاتنا. ده انا في الوقت الحالي عندي قصه يعني لازم اذكرها والشيء بشيء يذكر. كلنا بنحب اهلنا واسرنا وعائلاتنا، ولا قدر الله لو انا والدي توفى هعمل ايه؟ هيكون اول واحد يجري على بيته ويشيله ويقف معاه وياخد العزاء. طب اهلنا وشبابنا المغتربين بره اللي سافروا علشان قوت يومهم وجالهم خبر عزيز عليهم، والدته توفت وهو في الغربه ومش قادر يرجع، بيتصل بيا بيبكي ويقول لي يا استاذ اسلام انا والدتي ما قدرتش اشيلها، ما قدرتش امشي في جنازتها، ما قدرتش اخد عزاها، بس انا هبعت لكم مبلغ تعملوا بير صدقه جاريه على روح والدتي دي، يمكن تحس ان انا ابني بريت بيها. انا بريت على قد ما اقدر، انا اتمنعت من اني اشيل والدتي وهي ميته، انا هعمل لها صدقه جاريه. الناس دي فعلا بوجه لهم كل التحيه لان هم عرفوا الطريق الصح، عرفوا ازاي. واحنا برضو اللي جوه مصر هنا اتكلم لينا كلنا، متلك عزيز بيجي لك والدتك في المنام وتشوفها وتقول انا والدتي عاوزه تقول لي حاجه، انا حاسه ان والدتي مخنوقه، انا مش عارفه فيها ايه. صح. مش يمكن بتطلب صدقه جاريه؟ مش يمكن بتقول ساعدوني؟ واحد يقول لي طب انا ازاي اساعدهم؟ ده هي بتجي لي في المنام وهي متكتفه وهي مخنوقه وهي غضبانه، اعمل ايه؟ لا اعمل لها صدقه جاريه، احفر بير، اعمل لها وصله ميه، والله الطريقه دي مجربه، هتجي لك والدتك وفرحانه وبتبشرك ان الاجر وصل ان شاء الله. ابواب السماء مفتوحه، ابواب الجنه مفتوحه، ابواب النار مقفوله، ربنا بيدينا فرصه، منادي بينادي من عند الله عز وجل يا باغي الخير اقبل. الكلام ده مش كلام احنا بنقوله، انا تعودت على كلام اللي انا تربيت عليه، كلام انا لا درست في ازهر ولا اعرف غير ديني ومبادئه، هو ده اللي تربينا عليه. تستخسرش في نفسك ابدا، اي صدقه تطلعها الغالي رحل لانه ممكن جدا يكون محتاجها. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. الحياه في الصحراء بالنسبه لاهالينا من البدو ممكن تتوقف على نقطه ميه. الميه هي كل حاجه عندنا، لما يكبر فيها ميه نتريحوا، ما فيش ميه حنتعبوا، ما فيش ميه حنتعبوا. نجيبوا بغلاء ثمن وطبعا والحياه تعبانه شويه هنا. وده كان سبب وجودنا في حمله سقيا الماء هنا. هي دي البيوت اللي احنا بنخدمها، مش بنخدم عمائل كبيره ولا ناس مقتدره، لا احنا بنخدم ناس بسيطه كل امالها في الحياه انها تعيش مستوره، وسترها ده بشويه الميه اللي عندها هتشرب منها، تربي منها شوية بهايم أو شوية طيور، وتزرع منها مساحة أرض لو عندهم فائض من المية. ومع مرور الوقت وزيادة السكان بدأت تواجههم مشكلة عدم كفاية المية اللي بتتجمع في الأبار لما المطر بينزل. القرية دي عملنا فيها بير واحد، بير واحد في قرية. تفتكروا معايا كافي؟ تفتكروا معايا كافي؟ طب نقرب الصورة من بعض، البير ده بيخزن مية قد إيه؟ بيخزن 100 متر مكعب. 100 متر مكعب ده يعني كأن حضرتك جبت 100 خزان المكعب اللي عندنا في بيوتنا وحطناهم في البير، هيكفوا ال 20 بيت دول قد ايه؟ شهر؟ شهرين؟ طب وبقيه السنه هيعملوا ايه؟ فاضل كم؟ زيدونا بيار علشان لما يجي المطر تكبر هنا بير وهنا بير، نكبر مستريحين ومبسوطين. علشان كده دايما بنقول عاوزين نعمل عدد كبير من الابار علشان البيوت دي. اهم حاجه عندنا كي تكبر فيها بيار واجد، تكبر يجي المطر يتملن، ممكن تغيب المطر سنه وسنتين يكبر عندنا برا، عندنا مويه مخزنه. المطر بينزل من السماء لازم يلاقي ابار يتجمع فيها، لو ما فيش ابار المطر هيروح، لو ما فيش ابار الخير هيروح. احنا عايشين على مويه المطر من ابا لجدا. عندنا مويه المطر احسن كل حاجه. فيها حتى صحه، ممكن فيها صحه اكثر من المويه الاخرى. أنا واثق إن زي ما ساعدنا أكتر من 100 قرية قبل كده وعملنا لهم 100 بير، هنقدر نساعد المنطقة دي بالكامل ونعمل لهم بير تاني.
اليوم صعب جدا، اليوم صعب جدا. الناس بتقول المية دي هي سر حياتنا، من غير المية دي احنا مش نعيش. يمكن الراجل كلامه مش مفهوم شوية، لكن انا بسأله في التقرير بقول له المية دي ولا المية المعدنية؟ سؤال. تشرب دي ولا دي؟ قال لا، انا متربي ابر عن جد على مية الابار دي، مهما تجيب لي مية تاني ما اشربش. وقال كلمة تانية، قال ايه؟ قال المية صحة. المية صحة. الناس دي احنا بنستغرب، الناس دي ما شاء الله بيعيشوا اعمار طويلة ازاي؟ صحة. صح. بياكل شعير. هو قبل كده حكولي احنا بناكل خبز من الشعير مش من الدقيق زيكم، وبنشرب مية السماء اللي نازلة عند ربنا من غير بقى اي شوائب او اي حاجة تضاف عليها، خبز الشعير ومية السماء، وناكل الضاني اللي احنا بنربيه. عشان كده ده سر صحتهم وحياتهم ما شاء الله اللي هم فيها النهاردة. طب واحنا بقى واحنا بنتفرج عليهم دلوقتي وهم بيقولوا لنا المية نادرة عندنا، الراجل بيقول لو السماء قعدت سنتين ما تمطرش هموت من العطش. هم قاعدين بيقولوا يا رب اسقنا الغيث، يا رب اسقنا الغيث، يا رب افتح ابواب السماء برحمتك ونزل لنا المطر. طب واحنا قلوبنا بقى مش رحيمه؟ المطر هينزل دلوقتي هيروح فين؟ لازم برضه اوضح حاجه، بعض الناس دلوقتي هتقول الشتاء خلص مفيش مطر، هتحفر الابار دي وتستنى تشتغل السنه الجايه؟ ده سؤال مهم جدا. الساده المشاهدين، انت قلت فيها احترازيه اللي هي بتيجي من مياه الجوفيه، بسم الله ما شاء الله زي في محترم. برضه حاجه ثانيه، ان احنا عندنا شركه الميه بقى مقرها في مطروح، وعندها محطات بتحلي ميه البحر وعندها خزانات ميه، بنديهم عنوان كل بير احنا حفرناه. حفرنا بير في القريه الفلانيه والمطر لسه ما نزلش، لو سمحتوا فضوا الخزان بتاعكم في البير ده علشان الصيف والحر ده ما يفوتش عليهم. بالظبط كده. يعني اللي هيتبرع دلوقتي في رمضان ان شاء الله خلال الشهر الكريم يتحفر البير والناس تشرب منه في رمضان ويفطروا عليه برضه في شهر رمضان. عايزه احكي حاجه بقى من الحاجات اللي انا فخوره بيها جدا في برنامجنا، اللي من يوم ما احنا بقينا موجودين مع نبض الحياه 30 دقيقه خير كانت فكره صغيره، بقى برنامج 30 يوم في رمضان. كان في اسره جميله جدا جابوا حصلات عشان يعملوا وصلات ميه. بالفعل الامر تطول. صحيح. قالوا له استاذ اسلام لا احنا عايزين نعمل بير. الحصلات الصور تبقى عندنا بكره قرب. عايز اعرض الكلام ده مع الصور، لكن دي رساله بقى لكل الاسر اللي في البيت النهارده. اتفضل. الحمد لله. التربيه الصالحه. التربيه الصالحه صحيح. لما المساجد اتقفلت حصل حاجه جميله قوي في مجتمعنا، اتحولت بيوتنا كلها المساجد. صح. وبقى كل رب اسره بيصلي بولاده التراويح. صح. دي القدوه الصالحه، الاسره الصالحه. الاسره دي حوشت في الحصاله وعملت معانا وصله ميه، وعرضنا صوره الحصاله قبل كده، لقيتهم بيتصلوا بينا تاني بيقول لي يا استاذ اسلام احنا عندنا شويه حصالات عاوزين نعمل بيهم بئر. عملنا البئر. تفتكري اختاروا الاسم سموه ايه؟ ما انت قايل لي ذريه صالحه. سموا البئر بتاعهم ذريه صالحه. بقول للراجل هناك انتوا ليه سميتوا البئر ذريه صالحه؟ ليه ما سميتوش اسم تاني؟ قال لي هو انا عايش في دنيتي عشان خاطر ايه؟ ولادي هم دول اللي انا عايش عشانهم، انا بعمل البير كمان مش ليا. انا عارف ان ربنا هيدي لي اجر، بس يا رب الاجر ده للذريه دي، الذريه الصالحه دي. وبقى ليه فلسفه جميله قوي. قال انا لو عملته ليا خلاص، لكن لما البير ده يبقى لاولادي وربنا يطرح فيهم البركه ويبقوا ذريه صالحه هكسب حاجتين. لما اموت هيدعوا لي ولد صالح يدعو له، لما اموت هيتصدقوا عني تبقى صدقه جاريه جت من اولادي. لا ما شاء الله الناس دي عندها استثمار بقى مع ربنا سبحان الله. واحنا في الشهر الكريم الحسنه ب 700، خلونا بقى نستثمر مع ربنا. صح. النهارده ونعمل اكبر عدد من الابار. مفيش حد فينا ما عندوش عقوبات في حياته، مفيش حد فينا ما عندوش ابتلاءات. كلنا الحاجات اللي دي وقائع، لا محتاجه بقى دراسه في الازهر ولا محتاجه ان احنا نبقى ناس يعني عالمين في الفقه والشريعه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بينزل لنا مع كل ابتلاء وكل المعوقات اللي بتقابلنا اختبار واختيار. احنا اللي بنشوف ان رحل الوالد عن حياتنا ممكن جدا ان انت بتبقى زعلان وحزين جواك حزن قد الدنيا، بيجي وقت زي دلوقتي بتشوفنا فيه بتلاقي ابار موجوده تبعت له بيها صدقه جاريه على حياته، ده اختبار ليك انت. ساعات بيبقى الغنى، الغنى اختبار، هل انت هيقسو قلبك؟ هل مش هتتصدق على حد؟ هل مش هتبقى عايز حاجة؟ دي حاجات خدوا بالكوا كويس جدا منها. أي مسلم اتربى في بيت وأسرة مصرية مسلمة على دين وخلق ألف به ديننا ده، خدوا بالكوا جدا لما بتبقى مقبل على خطوة جديدة أو الرزق يزيد في إيدك، خد بالك من ناسك اللي حواليك اللي رحلوا عنها واللي إن لسه موجودين في حياتك. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا ده ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. في ناس بتقول انتوا ليه بتتكلفوا في بئر الماء 25,000 في حين انه ممكن تكون التكلفه اقل من كده؟ البئر اللي تكلفته 25,000 مساحته 100 متر مكعب. 100 متر مكعب من الماء
هيكون خدمتها للمنطقة نفسها بأكبر قدر ممكن من الناس ومن البيوت، تقريبا بتكفيهم لمدة سنة، يغنيهم عن طلب السؤال وطلب المشقة في الإتيان من الماء من أماكن بعيدة لمدة سنة. لما سألنا الناس هنا يكفيكم كم متر من المية، قالوا محتاجين على الأقل 100 متر، فاخترنا تكلفة البير 25,000. إنما لما يكون بئر ماء في 40 متر مكعب من الماء فقط هياخد عدد أقل من الناس وفترة قليلة جدا من الزمن. 25,000 دول مبلغ بسيط، ممكن حد يساهم بتكلفة بير أو أكتر، أو تساهم معنا بسهم ب5,000 جنيه، وحتى لو مش قادر على قيمة السهم ساهم ولو حتى بجزء بسيط من تكلفة البير. هتسقي الناس مش في شهر رمضان وبس ولا في خلال سنة، بالعكس ده أنت هتساعد الناس إن هم يشربوا الماء طوال العمر. البئر الواحد عمره أكتر من 100 عام، ويكون في ميزان حسناتك 100 السنين. ساعدوا معانا 30 بير في 30 يوم، تحدي الخير البير 100 متر مكعب تكلفته ما تزيدش عن 25,000. احنا جعلنا هنا في منطقة مطروح أو صحراء مطروح آبار حملة سقيا الماء عشان خاطر الناس هنا في أشد الاحتياج لهذا الأمر، في أشد الاحتياج لهذا الأمر. في منطقة العزيزية ما كانش عندهم أبار، 50 بيت كنت بجيبهم ميه منين؟ احنا كنا في بيار بس بعيد مننا، تمام؟ كنا بنروحه عشان نجيب، زي ما بنشد على الكرو، تمام؟ وبنروحه بنعبي الزيارة لغاية ما ربنا كرمنا وقابلنا البير ده. ال50 بيت دول اكيد محتاجين ابيار تاني. اكيد طبعا، مش هي كلام، يعني هو بير واحد بيخدم 50 اسرة. 50 اسرة يعني ممكن يخلص بعد كم شهر؟ ده ممكن يخلص في خلال شهر. يا والله، يعني احنا معنا كده عاوزين 12 بير عشان ال 12 شهر. 12 بير عشان 12 شهر، 12 بير عشان 12 شهر، 12 بير عشان 12 شهر. بئر واحد تقدمه في سبيل الله مش هيكلفك شيء. أن تساهم بجزء في حفر بئر لن يكلفك شيء. الناس هنا مش محتاجة بئر واحد، محتاجة عشرات الآبار، ولازالت الحملة قائمة بإذن الله تبارك وتعالى. المبتغى منها والمرجو أن ننظر إلى وجوه الناس فنرى السعادة، زي ما عملنا البير ده في منطقة العزيزية. عاوزين نوصلهم 12 بير عشان البير هيخدم 50 أسرة تقريبا شهر. احنا عاوزين عندهم مية طول السنة، احنا عاوزين عندهم مية طول السنة. تعودت دايما اتكلم بالبساطة، تعودت دايما اتكلم باللغة اللي انا نفسي بفهمها. في لغات ببقى قاعدة قدام التلفزيون سمع جمل مش حساها مش لمساها، لكن الأكيد إن تجارب حياتنا كلنا بنحكيها لبعض بنلمسنا. حكي لي بقى، قول لي، هقول لك الأول حكاية. يعني أستشهد بالآية الكريمة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإحنا في أيام الشهر الكريم وأيام الرحمة، لما شفت الدكتور محمود دلوقتي بيتكلم عن البئر، البئر ده ليه قصة جميلة جدا. اتصل بنا متبرعة فاضلة وست مسنة عندها يمكن فوق 80 سنة، قالت انا عاوز اقابلكم اجيلكم المكتب اديكم 8 بير. يا امي ارتاحي في البيت، هبعت لك المندوب يحد البيت. قالت لا، انا هاجي اديكم الحاجه في ايديكم، وجايه على اساس هنستلم منها ال 25,000 جنيه ثمن البير. طلعت سره كده، الناس تعرف امهاتنا الكبار دي ايه، بيشيلوا فلوس بطريقه معينه. طلعت كيس كده قماش وفتحته وطلعت، ما طلعتش اصلا فلوس، طلعت جايبه شبكتها اللي هي اتشبكت بيها من يمكن اكتر من 50-60 سنة، وحطيتها قدامنا وقالت انا سمعتكم بتقولوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا جوزي مات وساب لي الشبكه وما بعتهاش، اتحوكت العمليه وما بعتش الشبكه، ولادي وهم بيتجوزوا ما بعتش الشبكه، لكن انا دلوقتي بعمل لاخرتي الا مما تحبون. هي الست بتحب ايه اكتر من الشبكه بتاعتها؟ خدوا يا اولاد شبكتها اهي، انا هعمل بيها بير. والحمد لله عملنا البير وبقت في غاية السعادة، وبقت هي بقى دليل خير، بقت ماشية في وسط الناس توريهم الصور وتقول لهم اعملوا ابار مع نبض الحياة. ده اللي احنا عاوزين نأكد عليه ونقول للناس مما تحبون. النهاردة دلوقتي حالا نقول يا رب انا زكاتي السنة دي هخرجها في الابار، انا صدقتي هخرجها في الابار، انا طبعا في الخير، انا النهاردة هقدر اعمل بيرين 3 ابار. لو نبض الحياة عندها تحدي كده وبتقول تحدي الخير 30 بير عشان نعمل كل يوم بير، طب انا عاوز السادة المشاهدين يخلونا نقول خليهم 300. ليه احنا كرة يا جماعه مع بعض، احنا ياما في ابواب خير نطلع هنا نقول عاوزين 1,000 شنطة، الحمد لله عملنا اكتر من 20,000 شنطة. طلعنا قلنا عاوزين نعمل اسقف بيوت، عملنا اسقف وزياده. الحمد لله، صحيح الحمد لله. كان برضو في قصه دي انا يعني لمستها بنفسي من حد الاقارب والاصدقاء، كانت دايما بتجيب اطفال يا استاذ اسلام في شهور الحرجه، يعني 5-6، فبيدخلوا الحضانات وغالبا بيتوفوا، يعني وغالبا بيتوفوا، الا انها كانت تعبانه جدا على الطفل ده.
فاتت ممرضة قالت لها انت قلقانة عليه ليه؟ ممرضة اتصدقي. تصدقت، ربنا فرحها بابنها، فالصدقة نجاة. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى الفطرة السليمة بتاعتنا، زي ما حضرتك بتقولي مش لازم اكون استاذ دكتور لا. ولا اكون داعية ولا اكون كذا، ده هنعلمه لاولادنا ببساطتنا. اولادنا في البيوت عندنا اتعلمنا ايه؟ ان المية ثواب. صح. كان زمان في مثل كده يقول لك ايه، اقعد جنب الباب وجنب الزير. ليه؟ عشان تاخد ثواب. لما يقول لك افتح الباب فتقوم تفتح وتسلم على الضيف. صح. جنب الزير عشان الناس وهي بتاكل كده في البيت تقول لك ايه اسقين، فتدي له انت الميه، يبقى انت اللي خدت الثواب ده. صح. فالميه ثواب. النهارده نبض الحياه بتقول عاوزين نعمل ابار، مين هيلبي الندى؟ مش لازم نزعق ونقول يلا بسرعه وتعال، لا احنا عاوزين نقول اوله رحمه، من باب الرحمه الناس دي هنرحمها بالابار اللي احنا ان شاء الله هنعمله. ونعم بالله. الخطه بتاعتكم في رمضان للابار قولها لي تاني. احنا خطتنا في رمضان تحدي الخير. ليه تحدي؟ تحدي مع نفسنا، ما عندناش شيطان يعطلنا، لكن عندنا شيطان النفس هو اللي ممكن يقول لنا استنى ما تعمل، قلنا لا هو تحدي 30 بير في ال 30 يوم. حضرتك هتقولي لي ليه 30؟ عشان 30 يوم بس؟ لا، عشان عندنا قائمه انتظار فيها اسماء الكره العطشانه، عارفه والله، اللي عندهم خزانات ميه بسيطه، اللي بيروحوا يجيبوا الميه على عربيه كروا من مكان تاني، اللي بيقضوا يومهم كله ان هم يدوروا على ميه ويشتروها بفلوس ويلاقوا يا ما يلاقوش. 30 قريه قاعدين بقى دلوقتي منتظرين. انا عاوز اخش عليهم في العيد مش بكحك العيد، بالبير. اقول له اتفضل استلم البير بتاعك. ايه بعد الميه؟ طب حد دلوقتي يقول لي انتوا عملتوا البير بتسيبوه وتمشوا؟ مش وارد ان حد يقفل عليه ويقول مش هشرب حد؟ أيوة، وارد سؤال حلو إن جدا. ان لا قدر الله البير يتسد. أيوة. وارد يحصل له اي حاجه خالص. انا قلت في الاول بنعمل ابار لمين؟ للقبائل البدويه. أيوة. كل قبيله فيها سلوم، مطروح، حلايب، شلاتين، شيخ القبيله. نروح نقول له يا عم شيخ أمان القبيله امانه بير. عندك شرطين. الاول البير يفضل سبيل كل الناس تشرب منه مجانا. الشرط الثاني صيانه البير، دايما تعمل له صيانه. وعاوز اقول لحضرتك احنا اخر دفعه من الابار افتتحناها رحنا لمحافظ مطروح سياده اللواء خالد شعيب، قلنا له عاوزين تفتتحوا معانا الابار. انتدب لنا رئيس مجلس مدينه البراني سياده العميد ياسر، نزل معانا بنفسه وهنعرض طبعا الصور بعد كده مع بعض، ووقف مع الاهالي وقال لهم نبض الحياه عملت البير، انتوا عليكم التعمير، انتوا خط الدفاع الاول هنا في المحافظه الحدوديه. الحمد لله الابار موجوده وعاوزين نزود عددها وتبقوا انتوا تستفيدوا منها وتحموا بلدنا على الحدود دي. يمكن يا استاذ اسلام لما احنا بيبقى عندنا السلوكيات العطاء اللي احنا نطلع صدقه او نترحم على من رحل، ولادنا نفسهم بيحصل. هيتعلموا ده مننا. ده انا كنت مجهز، انا كنت مجهز تقرير ظريف كده بس قلت عاوز اخليه في حلقه الانجازات. اتفضل. مجموعه بقى من الاطفال كتير قوي في كل المحافظات، لما عرضنا صوره الحصالات قبل كده بقينا كل ما نروح نحصل تبرع نلاقي الاب او الام ما بيطلعش بنفسه، بيدي التبرع لابنه هو اللي يسلمه للمندوب. الله. وصيت المندوبين قلت لهم دي زرعته بالظبط، وصيت المندوبين عندي قلت لهم كل ما تقابل طفل بيدفع تبرع صوره. مصور لي بقى الاطفال وهي بتقول انا بتبرع بمصروفي علشان اشرب الناس ميه، انا عملت جمعيه عشان البير، انا كذا انا كذا. الحاجات دي هنعرضها وان شاء الله نضيف عليهم بقى الاطفال الحلوين اللي هيتصلوا النهارده من مصروفهم ومن فلوس والدهم وفلوس والدتهم ويعملوا ان شاء الله خير معانا. مفيش مال بينقص من صدقه ابدا، ده بيزيد. كده تكون انتهت حلقتي، انتظروني بكرة في نفس الميعاد الساعة 4، أرجوكم لكل الجمهور اللي بيشوفني، ساعة قبل الفطار ادعوا، ادعوا واطمعوا بكل اللي انتوا عايزينه، خزائن ربنا لن تنفذ أبدا. ساعة الفطار دي من الساعات الذهبية اللي بيستجيب فيها ربنا سبحانه وتعالى الدعاء، فيها إقبال وقبول. انتظروني في نفس الميعاد بكرة الساعة 4 ونبض الحياة. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.